قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. رحمتك مثل نهر طافي بجناحيك الشفاء، تعطي الأمان وتمحو الأليم، ليس مثلك. آخر كلمات شكر وحمد لي ليس مثلك، ليس مثلك، ما أعظمك، ما أهيبك. هللويا، لا قدرة أقوى منك. كل الأرض، كل الكون ملكك. شكرا ليك، شكرا لأجل اعتنائك بي، شكرا لأجل عملك في حياتنا، شكرا لأجل القدرة العظيمة اللي انت صنعتها تجاه كنيستك، شكرا لأجل كل استنارة وفحم وقوة روح القدس، أذن مفتوحة وقلب مفتوحة في اسم يسوع. آمين. تفضل. هكمل معاكم عن سلسلة كيف تغلب إلى النهاية. رؤيا 2 وعدد 26: من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية سأعطيه سلطانا على الأمم. بيتكلم عن الملك الألفي، إنه سنملك معه. وقبل كده اتكلمت عن الفرق بين سنملك معه ونملك من خلاله. رومية 5 تختلف عن تسالونيكي 2:2. لازم تبقى فاهم ما أنت تواجهه عشان تبقى عارف إيه اللي هتغلبه. مش كده؟ ده هدف السلسلة دي، إنك تبقى عارف ما أنت تواجهه، بحيث لما تبقى بتتحرك تتحرك عن دراية وعن نور، ولما تغلبه تبقى عارف إنك غلبته. الكتاب يوضح إن إحنا ماشيين في موكب يسوع الانتصاري. افتح معايا كرونسوس 2:2. وعدد 12: ولما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي،
لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مقدونية. ولكن شكرا له الذي يقودنا في موكب نصرته عبر القيادة بالروح. لم يرتاح، فراح روح القدس من خلال أنه يستخدم روح الإنسان زي ما الكتاب بيقول أن هي اللمبة بتاعت رب هي اللي بيقود بها الإنسان. نفس الفكرة هنا الكتاب بيوضحها أنه إنقاذ بالروح أنه ما يكونش متواجد، ودي قيادة رب للانتصار في الموقف ده. يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله، أو التي تنبعث إلى الله كأنها بخور زي العهد القديم، في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. نفس البرفيوم دوا ريحته حلوة وريحته وحشة. ريحته حلوة للشخص اللي موضوع في وضعية أن يستقبل وهو في صف الله. هو نفس البرفيوم ريحته وحشة لدى الشخص اللي هو مضاد لله. هنا بيقول لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. أولئك ليهم بالنسبة لهم نفس البرفيوم دوا رائحة حياة. أنت مخرج رائحة في عالم الروح. الكلام دوا مش مجازي ولا مبالغ، وليس يتكلم ما نعربه استعارة وفيها جزء تشبيهي. لا، هنا بيعني حرفيا أن في عالم الروح يوجد روائح ويوجد تأثيرات. ومن من هو كفء لهذه الأمور؟ بيتكلم عن الخدمة، بدأ يتكلم عن دفاع عن نفسه كرسول. لكن خليني أوضح لك المشهد ده عبارة عن إيه. كانوا بيرجعوا من الحرب وهم ماشيين في الموكب، فاللي ماشيين قدام كانوا بيفتحوا لهم البيوت ويعملوا منه بخور أو رائحة ورد ويرموا عليهم ورد. فالجنود هم وداخلين بيشتموا الرائحة دي كاحتفال للانتصار، والملك هو اللي بيقود الموكب ده. وورا في أسرة مربوطين بسلاسل بيشموا نفس الريحة دي، بس بالنسبة لهم دي رائحة موت. بمعنى تاني ان احنا بنتحرك في المقدمة لا نهرب من إبليس. احنا في حالة من الاستعدادية اللي رب يسوع عملها. مش كيف بيقول شكرا لي اني روح القدس بيقودنا عشان تنتصر في حياتك. ايه هو العدو اللي بتواجهه وكيف تنتصر فيه؟ اكتر حاجتين وابرز حاجتين الكتاب بيتكلم عنهم هما ثلاث دوائر، بس خلينا نتكلم على ابرز اثنين. ان تنتصر على ادارة جسدك، ده رقم واحد. رقم اثنين ان تقف في مواجهة العالم بالسيستم والنظام بتاعه، وإنك ما تاخدش منه بل لا تحب طرقه. تالت حاجة ما أسهلها، التعامل مع إبليس. التلت زوايا دول ليس معناها إن الجسد عدو، لكن الجسد يجب أن تسيطر عليه، يجب أن تعرف كيف تديره. مش كده؟ التلت زوايا دول أو تلت دوائر دول هامين جدا. افتح معايا الشاهد ما سمعنا دايما اعتادت عليه أنه موجود جوانا، لكن هو مش موجود جوانا. يوحنا الأولى 2:15: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم، ما قالش فينا. أنا عارف إني حافظينها، لكن الانطباع اللي جوانا هو إن التلاتة اللي جايين دول فينا. بيقول في العالم،
في العالم يوجد سيستم ونظام ثلاث حاجات. شهوة الجسد، ده النظام اللي ماشيين بيه. لسه هدرس معاك دلوقتي ازاي تتحرك في إدارة جسمك وإدارة تفكيرك وإدارة مشاعرك وتسيطر على كيانك بالكامل. فهنا بيتكلم بيقول اللي في العالم وليس فينا شهوة الجسد، شهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. وكده بتكلم عن روح ضد المسيح. روح ضد المسيح عشان أبقى فاهم، بيتكلم عن حتة ربما البعض يفتكر أن روح ضد المسيح بينكر لاهوت يسوع فقط، لا، دي الصورة المكشوفة بتاعته، لكن يوجد صورة مخفية أنه يتكلم يسوع هو ابن الله، لكن روح ضد المسيح أو من هو يخضع لروح ضد المسيح قد يكون شخص أنت تعرفه ومتعرفش أنه خاضع لي. روح ضد المسيح هو ما يعمل ضد كلمة الله بالحقيقة بتاعتها ويزيفها. الحرب دي حرب خداع وليست حرب فيها دم، لكنها حرب هوية وحرب تفكير. وإن ما كنتش فاهم كيف تدير جسدك وإيه اللي رب منحه لينا عشان نقدر نعيش على الأرض صح، هتكتشف أو هتفتكر أن رب عارف يعالج قطعة من المشكلة وقطعة تانية مش معالجة، أن رب خلصنا عشان نضمن الأبدية، لكن الجسد مشكلة. آه من الجسد، الجسد ليس شيء متعب. يسوع كان لديه جسد وعارف يديره، والمواصفات بتاعت الجسد من ناحية الخواص موجودة، لأن الخطية هي طبيعة روحية. يسوع أخذ الطبيعة بتاعته من الروح القدس، الجسد من عذراء مريم، فبالتالي هو في حد ذاته لم يحبل به بخطية أي الرجل، لكن بالنسبة لجسده هو نفس الخواص اللي لديك هي اللي كانت عنده، لكن مفعول الموت ما كانش قادر يشتغل عليه لأنه لم يسمح له. فبالتالي إن كنت فاكر إن المشكلة في الجسد وبتقرأ الآيات دي أو حافظها ولديك انطباع عنها إن أنت لديك ثلاث متفجرات، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، فأنت في حالة من القنابل الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة، وده بيساعد الشخص إنه يعمل خطية. المفاهيم الخطر دي خليني أفهمك وشرحتها من سنين. شهوة الجسد هو ما يريد الجسد، أي كل رغبات وكل ما الجسم الإنسان بيحب يفكر فيه، الغرائز، الحواس الخمسة. شهوة العيون هي ليست عيون بمعنى عيون، هي تفكير، longings of mind، هي طرق تفكير، هي طرق تفكير وليست عيون بمعنى عيون. تعظم المعيشة ما تيجي ترجع لها وتدرسها كويس تكتشف ان هي الاعتماد على المصادر الأرضية، الاعتماد على المصادر الأرضية، دايما راجع ورايا، الاعتماد على المصادر الأرضية، وليس ان الشخص تعظم المعيشة ان هو لازم يعيش فقير. خليني افهمك حاجة، الكتاب المقدس بيعلم ان حرمان الشخص من الشيء مش هو الحل. ان كنا عايزين نعالج الجشع والطمع ليس الحل ان احنا نشيل الفلوس من الشخص. المفهوم ده بشري وليس كتابي. يسوع كان شخص غني لديه ما يمتلكه انه يصرف على 12 تلميذ بعائلتهم، وكان عنده صندوق خدمة بتسرق منه، وكان بيتحرك بصورة مليانة مصاريف مش قليلة، ولم يسمح انه يكون في اي مرة فيها يستعطف الناس. فالمرة اللي كان فيها مش معايا صندوق الخدمة اللي هو الشخص المسؤول وبيتحرك، فطلب منه المفروض الضريبة دي مش بتاعته مش ليهم، لكن بمعجزة عارف يطلع الفلوس، وليس لأنه هو مش معاه فلوس، لأن المسؤول مش معاه.
لكن كمان كان بيدعم فقراء. فإذا كنت فاكر ده أمر سيء إن الشخص يكون ماشي بالصورة لديه ماديات تكفي حاجته بفيض ووفرة، فمحتاج ترجع تدرس موضوع الإزدهار على الموقع. لكن يوجد فرق ما بين الترفه. مرة اللي فاتت كلمت عن المأبونون، المأبونون ومضاجع الذكور، رسولة 6. المأبون هو الشخص ليس فقط الشاذ جنسيا، بل هو الشخص المتنعم، أي الذي يحيي حياة لا يقول للجسد لا، ولا يأخذ قراراته، ولا يقوم بمسؤولياته. الترفه الكتاب المقدس بيتكلم عنه بالتعريف الآتي: إن المترفهين الذين يقولون نعم للجسد يحلكون، زي بيقول في تيموثاوس إنهم هم هلكوا وهم هنا على الأرض، فهم عايشين وميتين في نفس الوقت. إن كنت بترى عمق كلمة الله صح، هتكتشف إنها حياة عسكرية وليست حياة مليانة بالتراخي، مش كده؟ تحتوي على حاجات قد لا يجرمها الناس، زي دوافع القلب. الناس مش هتعرف دوافع القلب، لكن هتكتشف الروح القدس بيتكلم عن من نظر لامرأة ليشتهيها قد زنى بها في قلبه. إذن الروح القدس بيتكلم عن الحالة القلبية. فلا يوجد تنعم وترفه بالمنطلق بتاع ترك الجسد، لكن يوجد تسديد الاحتياجات بفيض ووفرة، لأن ده هو أساسا من البداية في تكوين واحد. رب أمد الإنسان بكل ما يحتاجه. الكتاب بيقول العالم هيمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فلا فيثبت إلى الأبد. يبقى معنى كده أن الثلاث حاجات دول موجودين في العالم وليسوا من الله. خليني بسرعة أقرأ معاك ضد المسيح في حتة معينة هامة جدا، أصحاح 4 يوحنا الأولى 4 وعدد 1: امتحنوا الأرواح أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح. هنا بتكلم عن الناس وهي بتعظ وهي بتتكلم وهي بتعلق على آية وراها روح. فكتبوا لامتحنوا الأرواح، امتحنوها. واللفظ بيتكلم قد ايه انك لازم تكون ذات حكم وذات رأي، والرأي ده مش هيجي وانت ما عندكش حق كتاب. في ناس تاخد كل حاجة بيسمعها، اي فيديو بتشير يقول دي كلمة الله هسمعها، ويفتح فمه دون ان يمتحن اي تعليم. كتاب يقول امتحنوا الأرواح، هل هي من الله؟ لان الانبياء كذبة كثيرين. اذا بيتكلم عن الروح التي وراء الانبياء كذبة، قد خرجوا الى العالم، بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله. ما الغريب في هذا؟ هل معنى كده ان الروح ضد المسيح هو الذي لا يعترف بان يسوع جه في الجسد؟ نعم، هو لا يعترف بان يسوع جه في الجسد، ينكر يسوع، لكن له صور كثيره مختلفه. الصورة اللي هنا يقصدها يوحنا مش قصة إن يسوع ينكر إن يسوع جه في الجسد، لا، الموضوع يكتمل لما تكمل قراية. بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعته أنه يأتي، والآن هو في العالم. إيه بقى؟ كمل: أنتم خارجون من الله. إنكار أن يسوع جه في الجسد هو إنكار أن يكون الإنسان شريك الطبيعة الإلهية. ده اللي عايز يوصله. لا يفرق مع إبليس أن يسوع يبقى إيه وما يبقاش إيه، يفرق معاه ما يؤمنوا به الناس. فبالتالي إن أنت بصيت أنها دوبل، ممكن تتعمل،
ان يبقى الله يظهر في الجسد، هتفهم ان الله فتح الباب ان الانسان يكون شريك الطبيعه الالهيه. فلو قفلنا الباب ان يسوع ليس هو الله، الهدف هو الناقص وليس يسوع. فبالتالي بيبص بمنطلق اني انتوا خرجتم من الله، انها تمت وتمت في يسوع، والان يمكنها يمكنك ان تحيا بها. عشان كده بيكمل وبيقولها في عدد 9 عشان الوقت: بهذا اظهرت محبه الله فينا، ان الله قد ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به. إذن القصة كلها هم الناس اللي بيؤمنوا بيسوع، أن يضعف لدى الإنسان الطموح اللي يسوع فتحه أن الإنسان يكون شريك الطبيعة الإلهية، أن يلغي ده وفيلغي أن الإنسان يحيا بصورة بشرية عادية. ده الهدف. روح ضد المسيح ما يقف وراء التبخيص من والتقليل من ان الانسان يمكنه ان يحيا حياه الهيه على الارض. ليس الله، لكنه يحيا حياه بنفس طبيعه الله، صرتم شركاء الطبيعه الالهيه. كمان في عدد 15 نفس الاصحاح: من اعترف ان يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبه التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. إذا بتكلم عن أن الله دخل في علاقة مع الإنسان، بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو هكذا نحن في هذا العالم. للدقة هي جاية كده: كما هو، كما هو مش كما كان. يسوع قبل الصليب لم يكن هزم الشيطان، فهو بيقول بعد ما يسوع هزم الشيطان كما هو الآن، الستيتس اللي هو عليها دلوقتي من انتصار وأنه جالس، هكذا نحن في هذا العالم. إذن الهدف هو وصول أن روح ضد المسيح هي تكتيف الإنسان اللي قبل يسوع، أنه ما يطلقش القوة اللي أعطيت لي. أنا بقول ده عشان تفهم التعامل مع العالم بصورة إزاي. عشان كده البوينت تكمن أنك لو أنت شفت النظرة السليمة للرب يسوع صنعه، تحيا الحياة اللي فيها انتصارات وبالكامل وإلى النهاية، إلى النهاية. ده خطة الله. أول حاجة الجسد. كلمت مرة فات معاكم عن الخداع. الخداع، الخداع هي أكتر حاجة يستخدمها إبليس، لأنه كاذب ويتكلم كذب، يتكلم كذب. افتح معايا يوحنا الأولى 2 عدد 18: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم ضد المسيح يأتي قد صار، الآن أضاد المسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وأما أنتم فلكم مسح من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. معنى كده الناس دي أخذ التعليم عشان تعرف تسمع لروح القدس، وهذا ليس معناه عدم الخضوع للتعليم كوظيفة في الكنيسة اعتماداً أن الروح القدس بيقولي على كل حاجة، لأن يوجد توازن، ورب حط المعلمين في الكنيسة علشان
يضع السكة حديد لشخص يفكر بيها. لأن يوجد اعتقاد ساد على مر السنين في بعض الأوساط المسيحية أن روح القدس إله حرية، إله غير مألوف، يطلب حاجات غير مألوفة، ممكن يخليك تعمل حاجات أنت مش عارفها، مش متوقعها. بسبب التعليم عن الأنبياء في العهد القديم ما كانش تعليم دقيق، من الناس درسته بصورة مش دقيقة، الوحي درسوه بصورة مش دقيقة. فالنبي علشان يطلع يتحرك ويعمل حاجة غريبة، ينام على جنبه كذا يوم، يكون بيعمل شكل على الأرض والناس تعدي تتفرج عليه ويستهزئوا بيه، الحاجات دي غريبة الأطوار على الناس. فأي شخص فاكر أن روح القدس بيطلب الطلبات دي من أي حد في أي وقت. فمن هنا بدأت الناس تدي رخصة لنفسها أن دي مسحة فأعرف كل حاجة. نعم ولا، تقدر تعرف كل حاجة، لكن في نفس الوقت أنت محتاج تمشي على أضبان السكة الحديد، وإلا هتبتدي تو. إيه هي أضبان السكة الحديد؟ المعرفة الكتابية الواضحة، لأن روح القدس لا يتكلم مستقلا عنها. فهنا بتكلم برضو روح ضد المسيح وعلاقته بأنه بيطعن على القدرة التي صارت في الإنسان. ده هدف قرايتنا دلوقتي. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل أنكم تعلمونه أن كل كذب يسمى الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أما أنتم فما سمعتموا من البدء فليثبت إذن فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتم من البدء، فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا به، هو الحياة الإلهية. يبقى إذن في علاقة ما بين دواء ودواء. كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم. إذن العلاقة كلها ترتبط بأن صار للإنسان قدرة إلهية جواه. وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق أو تتكلم الحق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل في مجيئه. معنى كده أن الهدف كله من روح ضد المسيح هو نفسه اللي بيشتغل في أفكارك علشان يطعن على أن لديك قدرة على السيطرة على أفكارك. هو ده روح ضد المسيح. روح ضد المسيح هو اللي بيقلل من شأنك في نظر نفسك. هو ده روح ضد المسيح. روح ضد المسيح هدفه أن تحيا حياة بشرية عادية مستسلمة. هي دي لفظ مترفه، هي دي لفظ مأبونون، هي دي نفس الفكرة أن شخص لا يأخذ قرارات، لا يقوم بدوره، لا يعتني بحياته، لا يعتني ببيته، لا يعتني بصحته. هي دي، هو ده اللي الكتاب يتكلم عنه أنه ترفه. لكن ليس معناه أن الشخص يمتلك فلوس هو المترفه. معنى كده الخداع اللي بيشتغل بيه إبليس هو ده الحاجة اللي انت محتاج، هو ده العدو الحقيقي وليس الجسد. خليني افتح معك يعقوب 1، كانت فيها المرة اللي فاتت لحد عدد 12 بيتكلم عن التجربة. طيب خلينا نفهم تعريف تجربة سريعا. لفظ تجربة ممكن يجي بأكتر من معنى. تجربة ممكن أكون بجرب حاجة نفس الطعم بتاعه في العربي، مش كده هنقدر نفهمه بسهولة. أنا بجرب حاجة، بجرب يعني بشوف هل هي تقدر تقوم بمهامها أم لا. في تجربة أي معناها أنا بأوقع الشخص في الفخ. الناس كانت بتجرب يسوع فسألوه ليجربوه، عايزين يوقعوه في فخ، فهي عدوانية تحتوي على خسائر. هذا ليس من الله. وضحت قبل كده ان القصة بتاعة تقديم اسحاق مش هي اللي هتتكرر مع اي حد، ان فجأة تلاقي واحد رب طلب منه يستغني عن عياله او عن
عن حياته أو عن جسده أو عن زوجته أو. فالحالة بتاعت إبراهيم كانت حالة عهد وحدثت مرة واحدة ولم يكتمل قتل إسحاق، لكن بالإيمان اعتبر. وضحت قبل كده أن يفتح الجلعادي القصة بتاعته. أنا عارف جانا كذا سؤال في الحتة دي، الكتاب واضح جدا فيها. افتح معايا قضاء 11 وأرجع تاني يعقوب عشان تكون واضحة للكل. عدد 39، وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره الذي نذره، حيث أنها لم تعرف رجلا حتى وفاتها. كلمة وهي لم تعرف رجلا في ترجمات تانية جاية معناها أنها صارت نذيرة للرب. هو كان متوقع أي حيوان هيكون طالع هيكون بيقدمه للرب ذبيحة. بالنسبة للحيوان فهو يقدم ذبيحة، بالنسبة للإنسان يخصص وليس يقدم ذبيحة. حتى لو كانت خلفية الشخص ده هو ابن زنا أو، لكن يوجد شريعة واضحة جدا وصارخة جدا إن ممنوع تقدم ذبائح بشرية. لما الكتاب بيوضح لنا إن فلان عمل زي ما الرب قال، أنت تفتكر راح بطوله كده عمله، دي ليها إجراءات، والإجراءات دي لو ما تمشاش بيها الناس بتترعب، لأن حصل في يوم من الأيام ناس ماتوا عشان قدموا نار غريبة. فالموضوع الكتاب مش لازم يحكي لنا التفاصيل، لكن زي ما الرب في مرة قال له أري نفسك للكاهن، هي دي الإجراءات اللي فيها شخص بيعلن شفائه. تحتاج إلى دراسة الخلفية اليهودية. موضوع الخلفية اليهودية ده بيحل مشاكل كتيرة جدا في الشواهد. عشان كده لما تيجي تبص إن فلان عمل الرب قال له عليه، ليس معناها إنه راح قدمها ذبيحة، كان يرجم لأنه قدم ذبيحة، وهذا الشخص حل عليه روح الرب قبلها بكم عدد. وهذا الشخص لا يصنع شيء غير يذهب للكاهن علشان يعمله. نرجع تاني للتجربة، ارجع معي يعقوب واحد. التجربة التي فيها خسارة هي من إبليس، إنها ليست لإظهار المعدن، لكن هي لإظهار أو لتخسير الشخص شيء، ليفقد شيء. الكتاب يتكلم إن كثيرة هي بلايا الصديق، لكن جميعها ينجيه الرب. بلايا جاي معناها محاولات ضرب الصديق، صديق البار، لكن جميعها ينجيه الرب. هي محاولات جاي كده في الترجمات، محاولات ضرب الصديق ليس معناه انه هيتبلي خلاص يعني هيتبلي، لكن محاولات الضرب. لان ابليس لما بيعرض البضاعه بتاعته يعمل مشكله، يعمل ازمه ما، هو بيعرض البضاعه بتاعته. أول ما أنت بتصدق أنها حقيقية بتمضي على استلامها، لكن لما تيجي تقاومها وتفهم كويس جدا ما هي ولا تؤمن أنها حقيقية وتنكرها، في اللحظة دي تصير بتطير، تقدرش تكمل، لأنها تجد غذاها من إيمانك. فبالتالي العبرة هنا أن محاولات ضرب الصديق كثيرة، لكن من جميعها ينجيه الرب. المجرب هو إبليس. المجرب هو إبليس، ودي قريناها مع بعض في متى 4. هل يعقوب يقول هذا الكلام؟ بالضبط بيقول هذا الكلام. فلما يجي بيقول في يعقوب 1، أنا بتكلم عن الخداع. جوه الخداع أنا بتكلم عن الجسد كيف تفهمه، تحديداً موضوع الشهوة. إنها ليست مشكلة، لأن كل ما أنت فكرها مشكلة وإني معتقد واهماً أن يسوع ما حلش هذه المشكلة، هتظل تقع فيها، لأن الفكرة بتتعرض عليك وإنت بتعتقد أنها أنت، ولا تعلم أن هناك فرق ما بين أنها بتعرض عليك وأنك أنت وقعت فيها. كتاب يقول عن يسوع فيما هو قد تألم مجرباً، إذن عدت عليه التجربة،
لكن هل هو عبر فيها؟ هل هو أخذ فيها أم لا؟ فمعنى كده أنك تحارب بها ليس معناها أنك سقطت فيها. ودي التركة ودي الخدعة اللي بيقع فيها الناس. أكمل معاك في يعقوب واحد وعدد 13، لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله. تعريف التجربة هي إظهار الخامة، التجربة هي وضع الحاجة في امتحان، دي التجربة أي الامتحان الجيد. التجربة السلبية هي لفقدان الشيء، زي ما قلت المرة اللي فاتت لحد عدد 12 الموضوع يختلف عن ما بعد عدد 12. من أول بداية الأصحاح لحد 12 كان بيتكلم عن الاضطهاد، لكن من أول 13 بيتكلم عن التجربة الذي الإنسان بينخرط فيها نتيجة سقوطه في الشهوة. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.